بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب السعادة والمعالي الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في البداية أن نتوجه بزجيل الشكر والتقدير إلى أخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على دعوته الكريمة لعقد هذه القمة الإقليمية الدولية المهمة نجتمع اليوم من أجل السلام والخير وصالح الشعوب ونستذكر عقد أول مؤتمر دولي لصانع السلام في عام 1996 ميلادي في شرم الشيخ. وهذا ما عهدناه في الشقيقه مصر وقيادتها الحكيمه ودعوتها الدائمه للسلام والتآزر وخير الأوطان. ونحن اليوم نؤكد موقف مملكه البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني الشقيق في قامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير لنا جميعا ولدينا إدراك راسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب في أمان وسلام أنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولا إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة واننا في مملكه البحرين قد اتخذنا خيارنا الاستراتيجي للسلام لتحقيق مزيد من الامن والاستقرار في ضوء نهجنا الداعي للسلام وتمسكنا بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسويه النزاعات وتوفير فرص الامن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة. إن تطورات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية وتتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافه الاطراف الاقليميه والدوليه لوقف التصعيد وانهاء العمليات العسكريه وتوفير الحمايه للمدنيين الابرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب والافراج عن جميع الاسرى والرهائن والمحتجزين وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، والكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف، مؤكدين رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من أرضه وأرض أجداده. حضور الكرام. إن قرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد. أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي. وفي الختام، نجدد تاييدنا للدور المحوري لجمهوريه مصر العربيه الشقيقه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واسهاماتها التاريخيه في دعم القضيه الفلسطينيه وحمايه الامن القومي العربي وثقتنا في خروج هذه القمه بنتائج مثمره ومخرجات بناءه تعزز تطلعاتنا المشتركه نحو تكريس واستدامه الامن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته